السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة أولى ثانوي أهلا بيكم في آخر حصة عندنا. هنا بنتكلم على هوم وورك كينجدم أنيميليا فايلم الكوريداتا أو الفيرتبريتس. بقول لك ويتش أوف ذا فالوينج دازنت كاركترايز ذا فيرتبريتس، لا يمثل الفقريات. طب بريزنس أوف سكال، لا طبعا عندهم جمجمة ده يمثل. طب بريزنس أوف مالتيبل تشامبر هارت، قلب متقسم لغرف، ده طبعا من مميزات الفيرتبريتس، لأن أنت عندك قلبك في الرايت أتريوم، رايت فينتريكال، ليفت أتريوم، ليفت فينتريكال. بريزنس أوف كلوزد بلاد سيركليشن، دي من مميزاتنا الفقريات، من مميزاتنا إن إحنا عندنا دورة دموية مغلقة. بريزنس أوف أوبند بلاد سيركليشن، دي اللي غلط، إحنا ما عندناش حاجة اسمها دورة دموية مفتوحة، إحنا عندنا حاجة اسمها كلوزد بلاد سيركليشن. طيب رقم اتنين، from the opposite graph to which class X and Y belong. خلي بالك X درجة حرارته ثابتة على طول، يبقى ده mammals عند warm blood. طيب Y درجة حرارته بتزيد وبتتغير حسب الميديم، يبقى ده ناس تبع الور الكولد بلاد، يبقى هيبقى الماملز والامفيبيانز. الماملز درجة حرارتهم ثابتة، الطيور درجة حرارتهم متغيرة اللي هو الكولد بلاد. السؤال اللي جاي بيقول لك the opposite figure illustrates the thermal range، مدى التغير في درجات الحرارة in the body temperature for the two different species اللي هو X and Y in light of your study to the thermal equilibrium in vertebrates which of the following can be concluded. خلي بالك Y مساحة التغير أو الاختلاف في درجة حرارته قليلة جدا، بنتكلم في من 33 مثلا ل 37، فأنا بتكلم على ناس بقى ايه ورم بلاد، درجة حرارة مساحة التغير في درجة الحرارة قليلة، لكن اكس درجة حرارته ممكن تتغير من 10 لحد 30، فبيلعب في 20 درجة تغير، يبقى ده كولد بلاد، يبقى اكس كولد بلاد وواي ورم بلاد، فيبقى الاختيار عندي ايه؟ شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده شوية أسئلة تتكلم على السمك بقى بتاعنا. فجايب لك القرش اهو ده اندوسكيلتون، وجايب لك البلطي والبوري ده بوني، قصدي بوني فيش، يبقى ده كارتليجينس فيش وده بوني، ودي سمكه الري قصدي اللامبري، السمك متطفل. واتش اوف ذا فالونج فيش هاف سوفت كونكتيف تيشو فورمينج اتس سكيلتون، مين اللي الهيكل بتاعه طري؟ طري اللي هو هيكل غضروفي، هيبقى اللامبري والقرش اللي هي 1 و4، لان هما الاثنين cartilaginous endoskeleton. Which fish cylindrical in shape have cartilage endoskeleton؟ طبعا رقم 4 اللي هي سمكة الليمبري، شكلها عامل زي القلم كده اسطوانة، تمام، وعندها الهيكل الغضروفي بتاعها. السؤال اللي جاي بيقول لك، السؤال اللي جاي بيقول لك ايه يعني، جايب لك البوري وجايب لك القرش. What is the difference between two opposite organisms؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا التايب اوف اندوسكيلتون بيختلف ما بين الاثنين، ليه؟ لان دي بوني ودي كارتيليجينس. حلو، تايب اوف بلاد، هما الاثنين كولد بلاد، هما الاثنين بيتنفسوا بالخياشيم، هما الاثنين عندهم فينز، عندهم زعانف. طيب لكن الفرق اللي ما بينهم الهيكل، نوع الهيكل. جايب لك صوره القرش برضو تاني اهوت، بيقول لك which of the following is from the morphological feature، المواصفات العامة أو المواصفات الشكلية of the organism that shown in the opposite figure and help in identifying the class to which it belong. إيه اللي أنت شايفه يخليك تقول إن ده تبع الكارتليجينس فيش أو الكوندريكسيز؟ presence of mouth at anterior tip، طبعا غلط، لأن الماوس هنا مش في الانتيريور بارت، الماوس في الفنترال بارت. طب presence of bird fin، وجود أزواج من الزعانف، طبعا صح. presence of operculum، لا هنا مفيش غطاء للخياشيم فهنا مفيش operculum. presence of medial bird fin، medial bird fin تخص السمك العظمي اللي هو الاوستيكثيز البوني فيش. السؤال اللي بعده، which of the following characterized lamibri، lamibri اللي هو السمك ايه المتطفل، والشارك والبوري، ايه اللي بيميز الناس دي؟ ان عندها بيرد فين، انت عارف ان اللامبري ما عندهوش زعانف. طيب having endoskeleton، اه طبعا كلهم عندهم هيكل، كلهم عندهم هيكل. طيب regulating body temperature، هم كلهم cold blooded فكلهم ما بيقدروش يعملوا كنترول لدرجة حرارة جسمهم، غلط. having medial fins، الميديال fins دي تخص البوري بس، ما تخصش الشارك، ما تخصش اللامبري، فيبقى المشترك اللي ما بينهم ان كلهم يا شباب الخير كلهم عندهم هيكل داخلي. السؤال اللي جاي، which of the following doesn't characterize chondrichthyes، ايه اللي لا يمثل سمك القروش مثلا؟
البق بتاعهم فيه اسنان، طب في اسنان طبعا عنده اسنان. طيب having endoskeleton، لا عنده endoskeleton. طب have operculum، غلط، ما عندوش اوبركليوم، لان الاوبركليوم ده بيبقى في البلطي والبوري اللي هو الاوستيكثيز، السمك العظمي مش السمك الغضروفي. How far are this statement؟ خلي بالك، the mouth of cartilaginous fish contain jaw. الماوث اوف cartilaginous fish contain jaw that carry several row of teeth. الجمله الاولى صح، السمك الغضروفي زي القرش عنده اسنان في الفك بتاعه. Also they have rough tongue like snake like ايه رابس. طبعا الرف تانج ده مسؤوليه اللامبري، اللامبري اللي هو الاجناثه، فيبقى الجمله الاولى صح والجمله الثانيه غلط. السؤال اللي جاي، الجمله الاولى صح والثانيه غلط يا شباب. بيقول لك there are some living organism live in red sea، البحر الاحمر، with different size and have endoskeleton rich with calcium. في بعض الكائنات الكتيره اللي بتعيش في البحر الاحمر وعندها هيكل عظمي داخلي. which of the following class include this organism؟ طبعا الاوستيكسيز، السمك العظمي اوستيكسيز على طول. طيب تعالى للي بعده، كلاس الانفيبيا والريبتايلز، الزواحف والبرمائيات. بيقول لك in which of the following does the بولتي، البولتي اللي هو تبع الايه السمك الاوستيكسيز، share the embryonic stage of toad، جنين الضفدع. في ايه بقى البولت والجنين الضفدع على شكل بعض؟ في ايه؟ presence of air bladder، طبعا غلط، دي موجوده في السمك مش موجوده في الضفادع. presence of fin، موجوده في السمك مش موجوده في الضفادع. shape of skin، الجلد هنا مختلف عن الجلد هنا. لكن الميثود اوف respiration، لان البولت بيتنفس عن طريق الجلز وجنين الضفدع بيتنفس عن طريق الايه؟ الجلز برضه، طريقه الايه؟ التنفس. which of the following whose body covered by slimy خلي بالك and smooth skin، ايه طبعا اللي هي الضفادع الامفيبيانز، ده السلامندر جلد طري، السلامندر. which of the following organism that their adult stage breathe by skin واللنج، طبعا هيبقى بي برضو، السلامندر بيتنفس عن طريق المراحل الناضجة بتاعته، بتتنفس عن طريق الجلد وتنفس عن طريق الرئة. طيب which of the following doesn't characterize the embryo of salamander، ايه اللي لا يميز جنين السلامندر؟ covered by smooth skin، دي من ضمن مميزاته. has warm blood، لا هو cold blood، فيبقى دي الجملة التي لا تميزه. بيتنفس بالجلد طبعا صح، بيعيش في المياه، كلام جميل. السؤال اللي بعده، in which of the following does a turtle differ from toad، الزحلفة بتختلف عن التوت في ايه؟ ثيرمال ايكواليبريم اللي هو درجة حرارة الجسم، قلنا هما الاتنين ايه؟ كولد بلادد. نمبر اوف تويز، هما الاتنين عندهم خمس صوابع في كل رجل. طيب نمبر اوف لمبس، هما الاتنين عندهم اربع اطراف، ايدين رجلين، وكل ايد ورجل فيها خمس صوابع. تايب اوف فيرتلايزيشن، التوت بيعمل اكسترنال فيرتلايزيشن، والريبتايلز بتعمل internal fertilization. which of the following organism whose embryo stage doesn't breathe oxygen dissolved in water، طبعا الليزرد، السحالي، لان السحالي بتتنفس عن طريق الرئة، السحالي بتتنفس عن طريق الرئة، لكن الفروج الجنين بتاعه بيتنفس عن طريق السلمندر من المي، بيتنفس عن طريق الجلز في المي، السلمندر نفس الكلام، السمك نفس الكلام، كلهم بيتنفسوا بالجلز الأكسجين اللي في المي، لكن الزواحف بتتنفس عن طريق الرئة الأكسجين اللي في الهواء مش اللي موجود في المي. طيب what is the differences between الراي فيش والسلمندر، السمك الكوندريكسيز والسلمندر، respiration in method of embryonic stage، هما الاثنين في المراحل الجنينيه بيتنفسوا عن طريق مين؟ عن طريق عن طريق الخياشيم. thermal equilibrium، هما الاثنين cold blood. type of sex، هما الاثنين في منهم الميل وفي منهم الفيميل. type of endoskeleton، نوع الهيكل، ليه بقى؟ لان سمكه الشعاع الهيكل بتاعها غضاريف كارتريدج، السلامندر عظم بون، فيبقوا مختلفين في نوع الماده الخام اللي بتبني الهيكل بتاعهم. سؤال رقم 8، what is the difference between organism A و organism B؟ organism A دي السحالي، الليزرد، الريبتايل، وده السلمندر، الضفادع. number of toys، عدد الصوابع، واحدة، هما الاتنين شكل بعض. الريسبيريشن ان ادلت ستيج، هما الاتنين
بيتنفسوا خلي بالك بالرئه في المراحل الايه المتقدمه من عمرهم في الادلت ستيج. 6 تايب، ده عنده ميل وده عنده فيميل، ده عنده ميل ده عنده فيميل، الدنيا طبيعيه يعني. ميديوم وير ذا فيميل لينج ايج. السلامندر بيبيض في الماء، بيبيض في الميه الووتر، لكن السحالي بتبيض في اللاند في الارض. فده بيحط البيض بتاعه، السحالي بتحط البيض في قلب جحور في قلب الطينه والارض والرمل، لكن ده بيحط البيض بتاعه في قلب الميه. ده الفرق اللي ما بين الايه الناس دي مع بعضها. حلو الكلام كده يا شباب؟ نكمل بقى في بارت تاني، جزء جديد الخاص بالايه ماملز. اشوفكم ان شاء الله في بارت جديد. سلام عليكم.